ضمني من جانب بن عطيه بانه غير جاهز في الفتره القادمه، والدليل بانه يغيب في معظم لقاءات نادي يوفنتوس. خطيره، جول جول يا روعه الاهداف، عالمي 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 يا فيصل يا فجر، كما اخذت الصفه العالميه مع الفرقه الغاليسيه ديبورتيفو لا كورونيا. جات لمسة الكبار، جات لمسة الموهوبين، جات لمسة الهدافين. فيصل فجر يصنع الحدث في الليغا الإسبانية مع الفرقة الغاليسية، هو يؤكد مع النخبة المغربية. الله على الهدف في الزاوية 90، نبيل دينار، التمويه من يوسف أنصيري بداخل القدم بباطن.